خلينا نشوف. أنا وصلني voice note، ما أدري من منو، خلينا نشوف نكتشف فيها بعد. تمام إن شاء الله. يلا لينا نسمع. عمري بسيف، أولا أشكرك لاختيارك لي كصديق العمر، لو حد سألني نفس السؤال فتأكد بأنه بيكون جوابي نفس الجواب. أنا أعتبر نفسي من الأشخاص المحظوظين بكل أمانة اللي رافقوا سلطان في كل مراحل العمر، وأشكر الله وأحمده على وجود شخص مثل أبو سيف بحياتي، لأن أبو سيف أنا أعتبره المرآة اللي أقدر أشوف فيها نفسي، وأتوقع وأن كل شخص محتاج لهذا الصديق. والله يديمك لي أخ وصديق لطول العمر يا أبو سيف، إن شاء الله يحفظك يا رب. إن شاء الله. أخوك حمد الجاسم. هذا كان راي حمد الجاسم. راشد نعم، كل كلمة صادقة من قلبه، الحمد لله. جميل. إنزين الحين خلينا شوي أبو سيف نتكلم عن الطفولة، كيف تربيت، وين تربيت؟ الطفولة ندى مبلي أنا لكل شخص في الحياة، هي الذكرى الباقية. يكبر الإنسان، يهرم الإنسان، يرجع لطفولته. الطفولة اللي عشناها من أجمل مراحل الحياة، نحن وأنتي والكل، فذكرى الباقية هي الطفولة. يعني لو يخير الإنسان في الحياة يريد أن يبقى طفل، يرجع للطفولة. شو من ذكريات نحن في الفجيرة؟ طال عمرك طفولتنا كانت يعني على شاطئ البحر، كنا حلو. جيران البحر، عشقنا البحر، حياتنا البحر، أهالينا عاشوا على رزق البحر. طال عمرك طبعا أنت خرجتوا اثنين من بيتكم، من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يعني سعادتك وأيضا سعادة الأستاذة روية. كيف كانت علاقتكم أنت واختك يعني في هذه الفترة؟ هل تتشابهون في أشياء معينة حتى أنتوا الاثنين وصلتوا لهذه المناصب؟ والله طال عمرك قبل أنا وروية كان والدي في كعضو مجلس وطني، يعني أسرة برلمانية الحمد لله. لكن التشابه قد يكون حرصنا على حب الوطن، حب العمل للوطن، إخلاصنا في وتفانينا في تقديم بعض أو المشاركة في بعض الأمور اللي تساند الحكومة كعمل برلماني. نعم صحيح. حرصنا على خدمة المواطن في دولة الإمارات، حرصنا على تقديم الكثير لهذا الوطن المعطاء، ومبنى احنا بعد الكل الحمد لله عنده هذه السمة الطيبة. وكان حرصنا دائما، يعني الوالد تعلمنا على ايده ان دائما الانسان يعمل من اجل الاخرين ونكران الذات، ودائما ان الوطن هو السامي، يعني ما في اعلى من الوطن، فلذلك تقديمنا وعملنا في حب الوطن الحمد لله وقادة هذا الوطن. جميل، يعني اخذت هذا الشيء خلينا نقول من الوالد. نعم. ووالدك ايضا يعني سعادة سيف سلطان السماحي اللي هو كان مستشار الخاص لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الاعلى، حاكم الفجيرة احفظه الله. شو اللي تعلمت من الوالد؟ الوالد طال عمرك هو الاب وهو المعلم وهو الصديق وهو الاخ اللي تأسسنا على إيده وأصبح القدوة لنا. نحن الحمد لله 20 أخ وأخت. كان طال عمرك دائما يحرصنا أن سلاح الإنسان في الحياة العلم والشهادة، وأيضا حرص من تجربته في الحياة ومخوضه الحياة وهو صغير. يعني الوالد ترك الفجيرة وعمره يمكن ما يقارب 13-14 سنة إلى السعودية في بداية ستينيات القرن الماضي. اعتمد على نفسه في صغير من يعني. يوم صغير رجع من السعودية في بداية الاتحاد، كذلك خاض تجارب طيبة في مدينة العين في مجلس التطوير وشركة الإمارات في ذلك الوقت. رجع إلى الفجيرة، مثل الفجيرة بالحكومة الاتحادية، ومن ثم عضو مجلس وطني، وكذلك أسس رئيس
غرفة التجارة كأول رئيس في غرفة التجارة في الفجيرة، كان أول مدير لبريد الفجيرة. ما شاء الله. فهذه الخبرات وهذا العمل الوطني الخالص دائما كان يقولنا الإنسان مش بمنصبه، الإنسان بعمله وإخلاصه لهذا الوطن. دائما المشورة كانت يعني كرجل ديمقراطي في البيت كان يجمعنا دائما، يناقشنا في أمور الحياة، يناقشنا في الكتب، في الثقافة، في العلم. في الوالد يحب يكتب بعد، صحيح؟ الوالد شاعر. شاعر. نعم. ويكتب أيضا. الكتابة مش كثير لكن هو شاعر. أنا عرفت أنه كان عنده المفروض رواية أو كتاب. لا لا، هذا أنا الكاتب. ها أنت كنت الكاتب. أنا توقعت الوالد. لا، الوالد يحب الشعر أكثر. ما شاء الله. والوالد كان حريص أيضا على تثقيفنا في مجال الحياة. حلو. كان يحرص على أنه يجلب لنا كتب من بريطانيا في سفراته مع سمو الحاكم، البرامج التعليمية البي بي سي باللغة الإنجليزية باللغة العربية الفصحى، كان بالنسبة للقرآن الكريم يجلس ويقرأ معنا آيات والتفسير، كذلك الحديث النبوي، وحافظ منذ الصغر. يعني هو بدأ في تعليم الكتاتيب مع الملا خميس في عام 52 في الفجيرة، وكان يحرص دائما على علوم القرآن والحديث النبوي، يحرص كذلك على الشعر العربي الفصيح. كتاب المتنبي كان يعني دستور في البيت، كان يجب أن يتناول قصيدة قصائد المتنبي، يخلينا نحفظ هذه القصائد تفسيرها. كان حريص على اللغة العربية الفصحى. جميل. كان أيضا حريص على الأخلاق الحميدة، أن دائما أحرصوا على احترام الآخرين.